ميليشيا الحوثي تصعد خروقاتها للهدنة الأممية بهجوم ومحاولة تسلل باتجاه الثوخب وباب غلق بالضالع. السفير البريطاني يكشف عن قرار جديد بشأن اليمن واهتمام دولي بفك حصار تعز. المبعوث الأممي يدعو للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، ورايت سرادار ترصد 1465 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية. مرحبا بكم. صعدت ميليشيا الحوثي من خروقاتها للهدنة الأممية في جبهات الضالع، وقامت بهجوم ومحاولة تسلل باتجاه جبهات الثوخب الحشاء وباب غلق، فيما القيادات العسكرية تقوم بزيارات عيدية للمرابطين في جبهات الأزارق ماوية. تصعيد جديد لعناصر الميليشيات الحوثية وخروقات متعددة ومتعمدة في جبهات الضالع، حيث شهدت جبهة باب غلق والثوخب المحادية لمديرية الحشاء شمال وغرب الضالع صد هجوم للميليشيات الحوثية في شعب أحمد وحبيب ناجن بمختلف الأسلحة ومحاولة تسلل فاشلة في باب غلق، وتم إجبارها على التراجع والانكسار من قبل كتيبة الشهيد مروان العشوين، في الوقت الذي تؤكد فيه القوات المشتركة بجبهات الضالع التزامها بالهدنة وفقا للقرارات الأممية. نحن الآن في جبهة باب غلق، ونقضي إجازتنا جميع المجاهدين في الجبهات في مواقع الشرف والبطولة، والميليشيات الحوثية لا زال تخترق الهدنة وتقصف على مواقعنا وعلى الأماكن السكنية في الحشاء وفي جميع الجبهات. وفي سياق آخر، قام عدد من قيادة الألوية والقيادات العسكرية بمحور الضالع، يتقدمهم العميد هادي العولقي قائد المحور ونائبه أحمد قائد القبة، والعميد عبد الله مهدي رئيس غرفة العمليات المشتركة ونائبه العميد حسين العرج، والعقيد أحمد يونس مستشار اللواء، والعقيد عبد الرحمن المسني القيادي باللواء الرابع، لتسيير قافلة وزيارة المقاتلين في مواقعهم بالصفوف الأمامية وتبادل التهاني معهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديم مبالغ مالية وهدايا عيدية للمقاتلين والاطلاع على الجاهزية القتالية. وثمن العميد العولقي وكل القيادات ثبات وصمود ويقظة المقاتلين خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكل الأوقات. نحن هنا في جبهة الفاخر في يوم العيد وفي كل أيام العيد وفي أيام الإجازات نرابط ونستمر في رباطنا وجهادنا ضد هذه العصابات الإرهابية الإيرانية، ومثلنا مثل كل المرابطين الأبطال في هذه الجبهات، لأن الجبهات هي القلعة الشامخة والحصن المنيع والسور العالي لهذه البلاد، لأن إذا سقطت هذه وإذا تهاوننا وإذا تكاسلنا فهي لن يكون هناك عيد ولن يكون الناس فرحة ولن يكون الناس يعني طمأنينة أو أمان. وفي جبهة الأزارق بالضالع، قام عدد من قيادة اللواء الخامس مقاومة وبتوجيه من القائد محمود البتول قائد اللواء بمعايدة المرابطين بمواقع اللواء في جبهة الأزارق ماوية تعز. وأشاد العقيد حسن الأخضر رئيس غرفة عمليات اللواء وركن الإمداد عبد الحازمي وعدد من قيادات الكتائب والسرايا بثبات وصمود الأبطال في كل المواقف، مثمنين مواقفهم في كل المراحل. بتكليف من العملية المشتركة والأخ فايد والخامس مقام العقيد محمود بتول، تم النزول الميداني ومعايدة المقاتلين المرابطين في جبهة الأزارق وتسليم العيدية المقدمة إلينا من ضابط ميداني العملية المشتركة فؤاد طاهر التهامي والأخ حسن العرق. تم توزيع اليوم من أقصى قطاع الحال أقصى قطاع مقيلان، وكذلك أقول لهم تحيات الأخ قيد لواء والأخ والعملية المشتركة، ونحثهم على تقديم وتسهيل كل المعوقات والصعوبات في تواجد المقاتلين في كل الجبهات. خروقات متواصلة وتصعيد مستمر لعناصر الميليشيات الحوثية بجبهة الضالع، والتي كان آخرها باتجاه الثوخب الحشاء، في الوقت الذي يقضي فيه المقاتلون أجازتهم في مواقع العز والشرف والبطولة. من جبهة الفاخر، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. وفي الساحل الغربي، 43 خرقا في أول أيام عيد الفطر المبارك أعلن عنها الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، تضاف إلى قرابة 2000 خرق في عدد من الجبهات أعلن عنها الإعلام العسكري للقوات الحكومية. مطار صنعاء الدولي، الذريعة الحوثية الأبرز التي تحاول الميليشيات شرعنة خرقها للهدنة الإنسانية في اليمن بسبب استمرار إغلاقه وعدم التوصل إلى صيغة نهائية لفتحه أمام الرحلات المدنية، حيث تشهد مناطق الصراع في عدد من الجبهات تصعيدا حوثيا لافتا يشي بأن هناك ساعة صفر لانطلاق فصل جديد من الحرب.
المأرب، وعلى طول أمد الهدنة تشهد كرا وفرا حوثيا في جبهاتها التي لم تصل الهدنة إليها. وفي آخر الأنباء من الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة، أكد مصدر ميداني أن القوات الحكومية أسقطت صبيحة عيد الفطر المبارك طائرة مسيرة أثناء تحليقها باتجاه مواقع قواتها في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة المأرب. يأتي ذلك عقب استهداف الحوثيين مواقع عسكرية للقوات الحكومية والمقاومة بقذيفة في جبهة الجدافر بمحافظة الجوف، ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد القوات الحكومية وإصابة آخر. الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي قال بأن الحوثيين ارتكبوا 43 خرقا في أول أيام عيد الفطر، شملت استهدافا ممنهجا بالأسلحة الرشاشة لقرى آهلة بالسكان شرق عيس في محافظة الحديدة ومقبنة غربية عز. وبلغة الأرقام أيضا، كانت القوات الحكومية قد تحدثت في بيان سابق أن خروقات الميليشيات خلال 21 يوما من الهدنة وصلت إلى 1924 انتهاكا في جبهة القتال بمحافظة الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين والأحج. الخروقات كما نتابع ويتابع المتابعون المختصون لرصد المخالفات تجاوزت المئات، بل تفوقت إلى الألف مخالفة باختلاف الأساليب المتعددة لهذه الخروقات من الطيران المسير والمدفعية وإلى غير ذلك. مراقبون يلقون باللوم على الأمم المتحدة التي ما يزال عملها في اليمن محدودا ومقتصرا على قول عبارات التشجيع على السلام دون من نزول إلى الواقع والرقابة على تنفيذ الهدنة الإنسانية التي ما تزال ملفاتها تشهد صراعا مريرا مع الفشل ودخول الحل السياسي في اليمن حالة من الموت السريري وإذانا بفتح فصل جديد من الصراع. إلى ذلك كشف السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم عن مشروع قرار بريطاني بديل عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الخاص باليمن، مؤكدا أن مجلس الأمن سيكون جاهزا لإصدار القرار الجديد عندما تكون هناك توافقات حقيقية حول تسوية سياسية بين الأطراف في اليمن. وقال أوبنهايم إن الهدنة المعلنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة فرصة ذهبية، وعلى أطراف النزاع تنفيذ بنودها والتهيئة لسلام شامل ومستدام. وأضاف أن الوسطاء الدوليين يواصلون العمل مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غراندبرغ من أجل دفع الأطراف اليمنية نحو إنجاح الهدنة وإيجاد حل لجوازات السفر التي أدت إلى تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي. وأوضح أن الجهود الدولية تركز أيضاً على فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات للتخفيف من معاناة المدنيين وتمكينهم من حقوقهم في حرية التنقل. من جانبه، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والإعلاميين المحتجزين. وأضاف في بيان نشره مكتبه على تويتر: أكرر دعوتي لجميع الأطراف لحماية حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين وضمان بيئة مستقلة وآمنة ومواتية للإعلام في مجال للعاملين في مجال الإعلام. في غضون ذلك، قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان إنها رصدت 2465 انتهاكاً طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن منذ بداية الحرب. وأوضحت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى التدمير الجزئي أو الكلي للمؤسسات الإعلامية والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة. وذكرت أن حالات القتل في أوساط العاملين في المجال الإعلامي بلغت 65 حالة بينها 3 نساء، بينما بلغت حالات الإصابة 122 حالة إضافة إلى حالات الانتهاكات الأخرى. وأضافت أن الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام العامة والخاصة في اليمن بلغت 245 حالة في 11 محافظة يمنية. اندلع حريق هائل في أحد مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، هو الثاني خلال 24 ساعة. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن حريقا نشب في مخيم الخشيشات للنازحين أدى إلى إصابة نازحين 2.
وأوضحت الوحدة أن الحريق نشب في إحدى الشبكيات واشتعلت النيران بشكل سريع، ما أدى إلى توسع الحريق وإتلاف كل الشبكيات والخيام وممتلكات الأسر الأربع بالكامل. وناشدت شركاء العمل الإنساني لتقديم المساعدات العاجلة لهذه الأسر المنكوبة. وكانت الوحدة التنفيذية أعلنت اندلاع حريق هائل في مخيم جو النسيم تسبب باحتراق كلي لمأوى أربع من الأسر النازحة في المخيم. وفي إب أدى إمام أحد المساجد صلاة عيد الفطر المبارك في المدينة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية على طريقة المذهب الشيعي. وفي فيديو تداوله ناشطون من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر إمام صلاة العيد في المصلى العام بمدينة إب وهو يردد تكبيرات الصلاة ويؤديها بطريقة المذهب الشيعي. الجدير ذكره أن صلاة العيد أو عيد الفطر المبارك تؤدى بركعتين، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن، ويستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة ويستوفي الركوع والرفع منه والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات. إلا أن الإمام الحوثي أدى صلاة العيد بطريقة دخيلة على المجتمع اليمني، وتسعى الميليشيا الحوثية إلى تغيير المعتقدات الدينية وفق معتقداتها الطائفية على مراحل. فبينما دشنت ذلك بإجراء العديد من التغييرات في المناهج الدراسية للمرحلتين الأساسية والثانوية، عمدت مؤخرا على المساس المباشر بالفرائض والمعتقدات الدينية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العمليات العسكرية الروسية في أسبوعها العاشر، قصف صاروخي على مدن أوكرانية وتدمير مراكز لوجستية. إننا نشكر عمالنا اليمنيين الذين أسهموا إسهاما فاعلا في عملية التنمية في مختلف المجالات رغم التحديات والعواصف، ولكن حققوا كل الإنجازات على مختلف الأنظمة تنمويا وزراعيا وبنية تحتية في كل المحافظات. أصيب طبيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات المواطنين بحالات الاختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر اللبد شرق طول كرم شمال الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة طبيب بعيار مطاطي في الرقبة أثناء تأدية واجبه في علاج المصابين خلال المواجهات في أول أيام عيد الفطر، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق. واندلعت مواجهات مساء الاثنين مع قوات الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية، استهدف خلالها مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين. وفي العمليات العسكرية الروسية، قال عمدة خاركيف إن القوات الروسية قصفت المدينة بصاروخين وقتلت مدنيا وأصابت آخرين، فيما استهدف بقصف بصواريخ روسية بعيدة المدى مطار مدينة كراماتورسك الأوكرانية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي قرب أوديسا يستخدم لتسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، كما دمرت منظومة للدفاع الجوي من طراز S-300 في ميكولايف. من جانبها أعلنت الإدارة العسكرية في دونيتسك سقوط 10 قتلى و15 جريحا في قصف روسي على مصنع في الإقليم. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا قد تفقد عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب سيطرة روسيا على الملاحة في البحر الأسود، ما قد يؤدي إلى أزمة غذاء تؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وفي الشأن الإنساني، أكد رئيس بلدية ماريوبول أن أكثر من 200 مدني لا يزالون يتحصنون مع مقاتلين في مصنع أوزوفستال، واتهم القوات الروسية بمنع إجلاء المدنيين إلى مدينة زابوريجيا. وكان وزير الخارجية الأوكراني أكد الاثنين أن الوضع في المدينة الاستراتيجية هش للغاية، محذرا من أن ترتيبات الإجلاء يمكن أن تنهار في أي لحظة. إلى ذلك قالت وسائل إعلام أوكرانية إن القوات الروسية بدأت باقتحام مصنع أزوفستال بعد سلسلة ضربات جوية. أوروبياً، أعلنت مفوضية الطاقة في الاتحاد أنها ستعلن اليوم عن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا. وكانت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسي قالت إن الاتحاد الأوروبي يعد حالياً حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، لكن ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الطاقة. وأوضحت الوزيرة الفرنسية أنه جاري إعداد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، لكن لن تكون موضوع نقاش في مجلس وزراء الطاقة. من جانبه، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يفرض إجراءات اقتصادية عقابية على دول غير صديقة لروسيا، ردا على عقوبات مماثلة على موسكو. أوضح الكرملين أن بوتين وجه الحكومة الروسية بتحديد قائمة من سيخضعون لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام، وتقديم قائمة لحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في البلاد لكل من يخضع للعقوبات. وقرر بوتين وفق المرسوم حظر تنفيذ الالتزامات والتعامل المالي مع الشركات والأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تنظيم الإخوان هدد الجيش باستخدام أمن البلاد 3 مرات، من بينها واحدة كانت له شخصيا من قبل النائب الأول لمرشد التنظيم خيرت الشاطر. وتحدث السيسي خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال مع أسر وأبناء الشهداء بعيد الفطر عن تفاصيل تلك التهديدات، وقال إن المرة الأولى كانت مع الراحل المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق حول نتائج الانتخابات الرئاسية، وأنه في حال إذا لم تأتي نتائج الانتخابات لصالح الرئيس مرسي فإنهم سيحرقون البلد. والثانية عندما قال خيرت الشاطر إنهم أحرقوا مقرات الأمن الوطني من قبل وقادرون على عمل محاكمة شعبية لهم ومحاكمتهم. أما المرة الثالثة فكانت له شخصيا، حيث استمر الشاطر مدة 45 دقيقة يهدد بالقتل وتخريب البلاد. وأضاف الرئيس السيسي أنه استمر 7 سنوات لم يذكر اسم الإخوان إلا بقول أهل الشر حتى يعطي فرصة لهم للتراجع عن الشر. أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل 3 مرات. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي ان لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة التانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة التالتة كانت ليا شخصيا قسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بايده كده 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا. أنا بقسم بالله، عشان في ناس كتير يقول لك إيه ما تطلعوا لنا الحاجات دي، أنا أقسمت بالله عشان أنتوا هتلاحظوا إن رد الفعل على المسلسل ده حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم.
وادعاء وتشويه وزيف. صحيح صحيح بيعملوا كده، رغم ان انا قعدت 7 سنين لم اذكرهم مرة. كنت اقول اهل الشر اهل الشر، عشان ادي فرصة لاهل الشر انه يتراجعوا عن الشر. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. أبناء مدينة عدن يحتفون بعيد الفطر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. أنا مصلحة على صندوق حاجات ناسي، ماني موجه لمريضة دارين بها وكلهم، يكون لك شيء بيتك وروحي، من أرى مني، كده حنا شيوخ أنا متوجه يا جماعة. ما هذا معنا شيء ولا معنا حتى ناكل زي الناس. احنا اخوانكم المسلمين، الله يفرج جميعكم ان شاء الله. الله لا غير عليكم الحال. أنا حقي شخشبو وأشفي رشيه وشالي طراحة شدفة واتي وبردو وشالي لافي طباخة شطبخ لك على الشاهي. في الملف الاقتصادي، ارتفاع عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام 2021، والكشف عن فساد مالي كبير بمنفذ الوديعة الحدودية، وارتفاع أسعار الذهب في السوق اليمنية. جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي، حيث أظهر تقرير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعا ملحوظا في 2021، هو الأول من نوعه منذ سنوات، ليبلغ 1.418 مليار دولار. وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي أن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة اليمنية من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75% صعودا من 60% في 2020، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا. ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن، الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الإنفاق في الميزانية. وتراجع الإنتاج حاليا إلى 55 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل، في حين كان يفوق 450 ألف برميل يوميا عام 2007. كشفت مصادر مالية واقتصادية حجم الفساد في منفذ الوديعة البرية على الحدود مع السعودية، والمقدر بأكثر من 103 مليارات ريال سنويا تذهب لجيوب القائمين عليه. وأكد سائق شاحنات أن موظفين بمنفذ الوديعة يقومون بفرض مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 400 إلى 800 ريال سعودي على كل باص نقل. وأضافت المصادر أن القائمين على المنفذ يتحصلون على أكثر من 10 ملايين ريال سنويا مقابل تجديد التراخيص بطرق غير قانونية وتمرير الشاحنات المحملة بالأثاث المستخدم مقابل رسوم تتراوح بين 50 إلى 80 ألف ريال دون تفتيش، بالإضافة إلى تقاضيهم رشاوى من سائقين أجانب تصل إلى أكثر من 3000 ريال سعودي مقابل السماح لهم بالعبور قبل غيرهم. شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية ارتفاعا وتفاوتا بين أسعارها بين صنعاء وعدن نتيجة فارق سعر الصرف. تراوح سعر الجرام عيار 21 في صنعاء ما بين 30800 ريال للشراء و 32800 ريال للبيع، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 ما بين 25500 ريال للشراء
27500 ريال للبيع، أما سعر جنيه الذهب فقد تراوح ما بين 247000 ريال للشراء و252000 ريال للبيع. وتراوح سعر الجرام عيار 21 في عدن ما بين 55000 ريال للشراء و61000 ريال للبيع. وتراوح جرام عيار 18 ما بين 36000 ريال للشراء و 38000 ريال للبيع، أما الجنيه الذهب فقد تراوح ما بين 450000 ريال للشراء و 471000 ريال للبيع. أعلن مجلس الذهب العالمي عن تصدر البنك المركزي المصري قائمة مشترين الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري 2022. وقال المجلس إن البنك المركزي المصري اشترى نحو 44 طن من الذهب خلال فبراير الماضي لتعزيز احتياطاته ليصل إلى 125 طن. وأخيرا، يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على قرار بوقف تدريجي لمشتريات من النفط الروسي ومشتقاته وفق جدول زمني في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وتعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام رغم انتقادات من مخاضر اتخاذ القرار. استقبل أبناء مدينة عدن عيد الفطر بحفاوة بالغة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار تدهور أوضاعهم المعيشية. استقبل جموع المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن أيام عيد الفطر المبارك بحفاوة بالغة، مارسوا طقوسهم كعادتهم في كل عام، وإن تغير الحال من عام إلى آخر إلا أن الفرحة كانت حاضرة وتتجاوز مثبطات الواقع الراهن دون أن تغير تلك المثبطات في القيام بما اكتسبوه وتوارثوه واعتادوا ممارسته من عادات وتقاليد. عيد الفطر المبارك هو من أفضل الأعياد في عدن، وعادة ما يكون المواطن العدني خارج من صيام إلى إفطار، فيكون من أفضل الأيام عند المواطن العدني، وإن شاء الله أن يكون من أفضل وأجمل الأعياد إن شاء الله في هذه السنة. اليوم هذه فرحة لجميع المسلمين، أولا من عيد صيام رمضان، وهذا فرحة أكبر فرحة إنه المسلم عندما يصوم له فرحتين، حينما يفطر وحينما يصوم. المسلم يفرح وجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع الأمة الإسلامية والعربية باليوم من الخير والأمن والاستقرار. المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن يستقبلون عيد الفطر كغيرهم من أبناء الشعب اليمني في ظل ظروف اقتصادية مزرية برزت بما يكتوون به من غلاء فاحش دمر أحلام الكثير من الأسر وزاد تدني قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأوضاع سوءا، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاؤلهم وتطلعهم في تحسن الأوضاع خاصة بعد الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسية، والذين يعولون عليه كثيرا في أن يكون قادرا على أن يصنع قادما أفضل مما هو عليه في الواقع الراهن. هذه أول مناسبة تأتي بعد المجلس الرئاسي الجديد، ونتمنى بالمجلس الرئاسي الجديد أن تكون طلعاته للأقدم والأحسن والأفضل. مناسبة عيد الفطر المبارك وتواجد المجلس الرئاسي في عدن الذي أتى أمس من زيارته للإمارات والسعودية، وإن شاء الله أنهم يعني يأتوا بخير إلى هذا الشعب بعد معاناة 8 سنوات من الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. مهمنا قيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس الرئاسي المكون من 8 أعضاء، ونقول لهم عيد مبارك، كل عام هم بخير، وإن شاء الله الأمور تستقر والوضع يتحسن في هذه البلاد. صلاة العيد وزيارة الأقارب وتوزيع العيديات للأطفال والخروج إلى المتنفسات والمنتزهات التي تمتاز بها محافظة عدن طقوس كانت حاضرة بقوة رغم كل الظروف التي يصر المواطن ألا تعكر صفو أفراحه بعيد الفطر المبارك مهما بلغ مستوى قساوتها في زمن لم يكن يوما يتوقعه المواطن اليمني ولو في أسوأ الأحوال.
تعتبر بركة الريل أو بركة القطار معلما تاريخيا أو عن أول قطار عرفته اليمن في عهد الاحتلال البريطاني، وقد مثلت آخر محطة للقطار الذي يتزود منها بالماء ونقله إلى محافظات عدن أو محافظة عدن، إلى جانب نقل الخضروات والفواكه من بستان الحسيني إلى جانب نقل الركاب والمسافرين من عدن إلى لحج والعكس في رحلاته اليومية. 105 سنوات مرت على وجود بركة الريل في منطقة الخداد بمديرية تبن محافظة لحج، بركة القطار أو ما كان يعرف وقتها بالريل واي عند العديد من المواطنين في زمن التواجد البريطاني. مكان مغمور جعل من البركة بعيدة عن أنظار اهتمام المعنيين وعرضها لخطر الانهيار بعد أن نالت منها عوامل الزمن وتجاسرت معاول الجهل على أهميتها ومكانتها التاريخية والثقافية. هذه البركة هي بركة تاريخية ولها أثر كبير في زمن السلطان العبدلية، لكن للأسف الشديد أنها تعرضت إلى تصدي وتعرضت إلى انهيار، ولا يوجد أي إنسان يتحمل مسؤولية والاهتمام بهذه الأثر التاريخي. فالعابثون بهذه يريدون الانهيار بهذه الآثار التاريخية، يريدون محي التاريخ وهو تاريخ عريق، تاريخ أثري قديم، تاريخ له مجال كان في أيام السلطنة العبدلية. بين حين وآخر يواظب عوض أحمد مسيم زيارته لهذه البركة في خطوة تهدف إلى حمايتها واستباق أي محاولات لهدمها، باعتبار أن هذه البركة تعد شاهدا تاريخيا على حقبة زمنية عظيمة في جنوب اليمن لمشروع القطار الذي امتدت سكته الحديدية إلى منطقة الخداد في فكرة بدأت عام 1910 وتحققت على أرض الواقع في عام 1919 لتنتهي في عام 1929. بركة الريل كما يعلمها الكثيرون، ولكن لا يعلمون أن هذه البركة هي أثر من الآثار التي ظلت شاهد على دور سلطنة لحج وارتباطها بعدن، وهي متبقية من أثر الريل أو القطار الذي هو في الأساس فكرة استعمارية لبريطانيا، ولكن هذه الفكرة توقفت، كانت تهدف إلى مد الريل أو القطار من عدن إلى الضالع، ولكنها توقفت بفعل معارضة من داخل الحكومة البريطانية. أنشئت البركة بهدف نقل المياه العذبة منها إلى عدن، وإلى جانبها شيدت بئر تضخ المياه إليها قبل ضخها إلى عربات القطار من البركة، ويكشف البناء للبركة وجدران البئر الداخلية عن تناغم واضح استخدمت فيه نفس الحجارة الجبلية، وهي ذات الأحجار التي بنيت بها بعض قصور السلاطين بالحوطة والصهاريج في محافظة عدن. تم إنشاء هذه البركة وبجانبها بئر لنقل المياه العذبة إلى داخل عدن لتموين البواخر والمحمية بالمياه العذبة. هي في توجد مياه عذبة في ضواحي الشيخ عثمان والمناطق هذه، لكنها فيها نسبة مملوحة. تصميم البركة هذه اللي هي تجمع المياه فيها من البئر الريل، يلاحظ تصميمها بأنها مبنية في مثل ما بناء صهاريج عدن في من ذاك الوقت، يعني يتناسب طراز البناء والكيفية أو لتحمل الضغط المياه وكل شيء يعني بهذا الشكل. يعني تعد بركة القطار اليوم آخر معالم حقبة تاريخية في جنوب الوطن، ورغم قيمتها إلا أنها باتت اليوم تحت رحمة معاول البعض ممن شجعهم تجاهل السلطات المحلية المتعاقبة على المحافظة، وباتت مثل هذه المعالم مهددة بالاندثار والتدمير في ظل صمت سلطات المحافظة والمعنيين فيها. يبقى أن أذكر بأبرز العناوين. ميليشيا الحوثي تصعد خروقاتها للهدنة الأممية بهجوم ومحاولة تسلل باتجاه الثوخب وباب غلق بالضالع. السفير البريطاني يكشف عن قرار جديد بشأن اليمن واهتمام دولي بفك حصار تعز.
المبعوث الأممي يدعو للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، ورايت سرادار ترصد 1465 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية. النشرة انتهت، في أمان الله.